موجز لأهم الأنباء. أكد عبد الله العربي ممثل جبهة البوليساريو في إسبانيا أن مواقف بيدرو سانشيز أضرت ببلده أكثر من القضية الصحراوية، وجزم خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة باكيسية رفقة وزيرة التعاون فاطمة مهدي باستبعاد الأمم المتحدة لإسبانيا من لعب أي دور في الوساطة مع المغرب مستقبلا. دعا وزير الخارجية الفنزويلي كارلوس فاريا إلى رفع الظلم الذي يقع على الشعبين الصحراويين والفلسطيني. فاريا وخلال أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة نشد الاعتراف بحقوق شعوب العالم واحترامها. أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإسبانية السابق إينو سينيس أرياس أن بيدرو سانشيز تعرض لابتزاز مغربي بسبب تسجيلات ضده يحوزها الملك محمد السادس كانت السبب وراء تغيير موقف إسبانيا تجاه القضية الصحراوية العادلة. في الصومال قتل ما لا يقل عن 10 جنود الأحد إثر تفجير انتحاري تبنته حركة الشباب الإرهابية التي استهدفت مركزا للتدريب العسكري جنوبي العاصمة مقاديشو حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية عن مصدر عسكري. هذا وتمكن الجيش الصومالي بالتعاون مع السكان المحليين من استعادة السيطرة على عدة مناطق تابعة لمحافظتي باي وهيران. هلك 25 شخصا الأحد في بنغلاديش بينما لا يزال العشرات في عداد المفقودين إثر غرق عبارة مكتظة بالركاب في أحدث مأساة من نوعها في البلاد. وقال مدير إدارة إقليم بانشغار شمال بنغلاديش إن الجثث التي تم انتشالها حتى الآن تضم نساء وأطفال. وقدر شهود عيان عدد المفقودين بحوالي 70 شخصا كانوا على متن العبارة. أكد الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن أن حكومته زادت من وتيرة تحسين مناخ الأعمال والاستثمار في البلاد من خلال إجراءات ميدانية عديدة. أيمن بن عبد الرحمن وخلال إشرافه على اختتام أشغال لقاء الحكومة مع ولاة الجمهورية دعا المسؤولين المحليين إلى مواكبة ما وصفته أو ما وصفه تحولا جوهريا ورؤية جديدة من شأنها التأسيس لاقتصاد حقيقي يستجيب للمعايير الدولية. زادت الحكومة من وتيرة تحسين مناخ الأعمال ولا سيما من خلال إصدار القانون المتعلق بالاستثمار وجميع نصوصه التطبيقية دفعة واحدة، وهو التزام للحكومة بضرورة أن تكون جميع القوانين متبوعة بنصوصها التنظيمية حتى لا تبقى حبرا على الورق كما كان الحال عليه من قبل. وستقوم في الأيام القليلة القادمة بإذن الله تعالى بتنصيب جميع هياكل جهاز الاستثمار التي نص عليها القانون الجديد، لا سيما الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والشبابيك الموحدة الوحيدة التابعة لها من شباك وحيد الاستثمارات الكبرى والاستثمارات الأجنبية، وكذا الشبابيك الوحيدة اللامركزية على مستوى الولايات. انتهى الموجز، شكرا لكم. تبقى روابط القناة الإلكترونية في الخدمة. إلى اللقاء.